صباح الفل والطاقة والحيوية، يلا نتنشط ونلعب شوية تمارين خفيفة كده على الصبح. صباح الفل يا لولو، صباح الفل يا كوتش، ايه الاخبار؟ صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ جاهزين؟ زي الفل. دايما نسمع عن ازاي نزود سرعة الحرق عندنا، ده نزوده ازاي يا كابتن؟ بص، عندنا شوية حاجات كده ممكن نزود بيها سرعة الحرق. فعلا ناس كتيرة ما تعرفش الفرق ما بين ان هما بياكلوا امتى او بياكلوا قد ايه او ازاي ممكن يزودوا المعدل بتاع سرعة الحرق دوت اللي هو اسمه الميتابوليزم. في عندنا شويه معلومات بسيطه لو ركزنا فيها هتلاقي المعدل دوت زاد كتير جدا، وبنفس المجهود اللي بتعملوه هتحرقوا سعرات اكتر وتخسوا اسرع بكتير. هو ده المطلوب. ايوه انا عارف، التركيز كله هنا بالذات الجزء بتاع الاكلات. لما بنيجي ناكل بناكل قد ايه او كميه الاكل، مش هتكلم على التغذيه بالتفصيل بس هتكلم عن عدد مرات الاكل. كتير مننا بياكلوا لما بنرجع من الشغل بياكلوا مره واحده اكله كبيره. احنا محتاجين نركز ان احنا نقسم الاكله ديت على الاقل الخمس وجبات. ليه؟ انا محتاج ان احنا ناكل كل ثلاث ساعات وجبه. مفهوم الوجبات عندنا يعني غلط شويه. هو غلط كتير. خمس وجبات بقى، اشرح لنا الوجبه تبقى ايه؟ هو مني بنحاول نحط كل العناصر الغذائيه في كل وجبه. بس بنزود البروتينات في الوقت اللي هو بعد التمرين بتاعنا، وبنقسمها على الوجبات بتاعتنا الخمسه. ده بيساعد على سرعه الحرق. بيزود سرعه الحرق جدا. كمان الكربوهيدرات بتاعتنا او الاكل اللي بيدينا انرجي وطاقه كبيره بنحاول ناخدها في فتره الصبح علشان العالم كله متجه احنا هنعمل ايه الثلاث ساعات اللي جايين، فبناكل دلوقتي علشان الثلاث ساعات اللي جايين. فانا لو رايح الثلاث ساعات اللي جايين دولت من ضمنهم الجيم مثلا او هتمرن، لازم اخد حاجه فيها كربوهيدرات كتيره علشان يبقى في عندي انرجي اتمرن. طب انا الثلاث ساعات اللي جايين دولت هنام، انا مش محتاج انرجي خالص، فانا هاخد البروتين بس اللي هيبني جسمي من غير ما يبقى محتاج اخد كاربس عشان ما اتخنش. طب يا كوتش، دايما يقول لك اشرب ميه كتير، اشرب ميه كتير، لازم ميه في التمارين، لازم ميه قبل مهم. وفعلا الناس بتحس ان هي لما بتشرب ميه مثلا ان هي ما بتخسش او ان هي بطنها بتتملي على الفاضي. ده مش حقيقي، احنا محتاجين نشرب كميه من الميه في اليوم مينيموم من 2 ل 3 لتر في اليوم. وديورنج الورك اوت، ديورنج التمرين، في نفس الوقت بتاع التمرين لازم نقعد نشرب ميه، لازم جسمنا يبقى فيه ميه طول الوقت. فمفهوم ان احنا نوقف الميه دوت مش مظبوط تماما. نركز كويس قوي ان احنا نشرب مينيمم 3 لتر ميه في اليوم. تمام. في جزء